ها ما عرفش كيفاش نجي، ما عرفش كيفاش نجي لابسه، لان الحزن كاين ولكن في نفس الوقت الفخر والفرحه ديال التكريم كاينه. لاله نعيمه ماشي اي شخص، لاله نعيمه ايقونه من الايقونات المغربيه، من غير انها كانت ممثله رائعه وممثله مقتدره جدا وكانت مثلي الاعلى، ما كانت انسانه رائعه وكانت سباقه للخير وسباقه الاعمال الخيريه وسباقه للنضال من اجل المراه ومن اجل حقوق الطفل ومن اجل حقوق الممثل. ففعلا خلات بلاصه كبيره بزاف، ولكن هي غتبقى دائما روحها حاضره معنا وغتبقى دائما في قلوبنا، يعني ما غاديش ننساوها، وحنا هنا اليوم باش نحتفيو بها. نعم اكيد تعازي للعائله ديال السي مصطفى. مع الاسف واخا ما عمرني ما اشتغلت معاه، ولكن كنت كنقدرو بزاف وكنحترمو كرمز من رموز المسرح ورموز التلفزيون المغربي. مع الاسف تلقيت الخبر وانا واصله اليوم، فعزائي الكبير لعائلته والله يرحمها روح حتى هو، وكنتمنى ان شاء الله انه حتى هو يتكرم لاحقا. عندي مسلسل خط رجعه اللي غادي يبدا البث ديالو على الاولى غدا ان شاء الله، وكاين مسلسل اخر اللي هو رحمه اللي غادي يكون البث ديالو في رمضان ان شاء الله. هذا اختيار، وبالنسبه لي الفنان هو ملك للجمهور في الفن ديالو، ولكن حياته الشخصيه خصها تبقى محافظ عليها، حيت ما نساوش حنا انسان اولا وقبل كل شيء، بحالي بحالك بحال اي واحد، انني عنده خصوصياتي وعندي اشياء وعندي دي جاردان سكري، فانا كنحاول ما امكن انني نحافظ على هذه الخصوصيه. وانا انا عندي بشكل عام احترام الاخر، فكيف كنحترم الاخر كنطلب منه انه يحترمني ويحترم الخصوصيه ديالي. اولا ما كنظنش انه الرجل المغربي بليد، لانه ماشي فقط انه سمع هذيك الاشاعه غيتيقها، خصوصا انه ماشي ما سمعهاش من لساني، هي صوره مركبه مكتوب عليها. ثانيا واش انا نكون حمقى ولا كنضرب بالحجر باش غنكون عايشه في وسط المغاربه ومعاهم ونعايرهم؟ يعني غير بالعقل راه ما كتقبلش هذه الفكره. فهي مساله دازت. انا كنظن انه الناس بغاو يضروني، وبغاو يضروني جوستومون بانهم يكرهوا فيا الناس. انا ما يمكنليش وما نسمحش لنفسي انني نقلل لا من الرجل ولا من المراه المغربيه، لانني انا مغربيه 100%، وانا فخوره بتمغربيه ديالي. ومن غير هذا الشيء انا وقع لي واحد الحدث مؤخرا ما بغيتش نلعب عليه، لان قلت غادي تسمى غير باش نجاوب. مؤخرا درت واحد الحادثه صغيره، ما جيتش في ندور حتى لقيت الرجال دايرين بيا وكيعاونوني وكيساندوني، فبالعكس تحيه للرجل المغربي وعلى راسي. وبحال اللي قلت الرجل المغربي هو اخي وابي وابني وكان زوجي، فبالعكس انا على راسي انا كنقدر الرجل المغربي، لانه فعلا رجل شهم، وانا حضرت لهذه المساله وكانت عندي العبره في هذه المساله. بحال اللي قلت لك وقع لي حادث مؤخرا صغير ولقيتهم دايرين بيا، فلهلا يخطي علينا الرجل المغربي. لا ماشي مستبعده، ولكن انا كنفضل هذه المساله ما نهضرش عليها، لان ما بغيتش نرضى راي عام. انا مواطنه بحالي بحال اي مواطن، تضريت من شي حاجه غنعرف اشنو خصني ندير بلا ما نكبروا المساله ونعطيوها حجم كبر من هذا، لان مساله عاديه صافي دازت. والرواد سي فغي باقيين الحمد لله، كاينين باقيين رواد اللي من الجيل ديالي ولا اللي من قبل مني شويه، ولكن هذا الجيل اللي صاعد زعما بدون مجامله، كاينين ممثلين رائعين، كاينين قدرات، كاين طاقات جميله جدا، وكاين واحد كاينه ديناميكيه جديده اللي هي مزيانه. انسوف الجان مزيان دائما كيجيب الجديد وكيجدد الاشياء، بالعكس انا كنشوف انه كيتبدل للاحسن. عندي مسلسل، اخر مسلسل صورته هو خط رجعه للقناه الاولى، غادي يبدا البث ديالو غدا ان شاء الله. وعندي مسلسل رحمه اللي كلشي كينتظروا ان شاء الله في رمضان. ما عنديش خبر انه
كيشبه المسلسل. عندي خبر انه نفس العنوان، هادشي اللي سمعت، لان كلشي ملي كنقول اخت رجعه كيقولوا لي راه كان واحد المسلسل سميتو اخت رجعه، فكنظن تشابه غير في العناوين، ما كنظنش في القصه. قصه لا علاقه، يعني قصه دابا غتشوفوا كاين بزاف ديال القصص في هذا المسلسل، بزاف ديال لي غوبونديسمون، بزاف ديال الاشياء. اهلا اهلا سي فركوس، لاباس عليك؟ بخير، الله يبارك فيك. شكرا. واش بتقول على منى؟ واش بتقول على منى؟ ما عندك ما تقول، اش جهداش ما تقول؟ المكافحين ديال من الشباب، الفلام اللي نحب في الدار البيضاء ودوك الفلام الاولانيين وتنشوفها. التحد ما خلى من حقه من الزمن. تتبعوا التواضع صافي. شكرا. الله يحفظك. لا منى، حنا تنفتخروا بها كفنانه، حنا فنانين تنفتخروا بها. تنفتخر بها تكون فنانه بهذا الحجم هذا، بالتواضع، الانسان القليل زوين. تبارك الله عليكم. شكرا. الله يبارك فيك.